الدول العربية في بغداد، وفيه تقرر مقاطعة مصر وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وقطع الخطوط الجوية مع القاهرة، وذلك احتجاجا على معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات مع إسرائيل. من الذاكرة، ومن ذاكرة 27 من مارس في العام 1998 إدراج عقار فياجرا من ضمن الأدوية الصالحة للاستعمال الآدمي من قبل هيئة العقاقير والأطعمة الأمريكية. في العام 2001 الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يدعو لإرسال مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين. في العام 2002 ولي عهد السعودية الأمير عبد الله بن عبد العزيز يعلن بالقمة العربية المنعقدة في بيروت عن مبادرة للسلام بين العرب والإسرائيليين تقضي باعتراف كل الدول العربية بإسرائيل شرط انسحابها من الأراضي المحتلة حتى حدود 4 يونيو عام 1967، وعرفت بعدها بالمبادرة العربية. من الذاكرة، إلى اللقاء. صباح العربية اف ام مع حسن جولي. صباح العربية، صباح العربية اف ام. موجز لأهم الأنباء من العربية اف ام. طبتم وطابت اوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، واهلا بكم الى